حياكم الله مشاهدينا الأكارم، وجميلة صراحة هذه الفواصل اللي تبعث بينا روح الأمل والتفاؤل حتى نقدر أنه نمشي يومنا بكل طاقة إيجابية ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا، ذكرنا قبل قليل أنه بعض من المؤسسات الصحية وبعض من المراكز التابعة للعتبة الحسينية المقدسة صراحة شغلت مساحة كبيرة جدا اليوم، مقدمت خدمة نفتخر بها اليوم على مستوى البلد، وحتى أنه بعض من الأشخاص من خارج البلد أنه نسمع يقدمون. وهذا ما طبعا ذكر المتولي الشرعي العتبة الحسينية المقدسة، أنه تكون كربلاء هي المدينة الطبية بكل مراكزها وبكل مؤسساتها الصحية التي تقدم بين الحين والآخر من خلال المبادرات، من خلال أنه التخفيضات لعوائل الشهداء، وأيضا أنه لبعض من الشرائح المجتمعية. مشاهدينا، رح نتوقف وإياكم إن شاء الله ونتعرف على انطلاقية مركز الهادي عليه السلام لعلاج اعتلال العضلات والأعصاب. قبل فترة طبعا إسراء أنه انطلقت يعني أنه الانطلاقة التجريبية لهذا، احنا قبل فترة سابقة يعني غطينا هذا الموضوع، لكن كان الافتتاح تجريبي، لكن قبل أيام قليلة شهدنا الافتتاح الرسمي لمركز اعتلال العضلات والأعصاب في كربلاء المقدسة، بالتحديد في مدينة السيد الأوصياء، هو المركز الهادي التابع للعتبة الحسينية المقدسة. طبعا مركز اعتلال العضلات والأعصاب يقدم خدمة جميلة جدا للمرضى المصابين بهذا المرض. تدرين يعني المرضى المصابين باعتلال العضلات والأعصاب دائما نشوفهم يعني يتعنون بالسفر خارج العراق لتلقي العلاج، لكن اليوم الحمد لله بفضل الله وبفضل جهود العتبة الحسينية المقدسة أصبح الآن هذا المركز في كربلاء المقدسة. راح نتعرف على تفاصيل هذا المركز وآلية العمل أكثر وأكثر مع مراسلنا ليث الخفاجي. صباح الخير وصباح العافية عليك ليث. نعم، أسعد الله صباحكم زميلاتي وصباح كل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. حياكم الله زميلنا ليث، أهلا ومرحبا بك، وبودنا صراحة من خلالك إن شاء الله تعرفنا على كيفية الانطلاقة الأولى لهذا المركز المبارك، مركز الهادي عليه السلام، تفضلوا. نعم بالتأكيد، يعني هذا المركز واحد من المراكز التي أنشأتها يعني العتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء. هذا المركز يعني بالتأكيد هو واحد من المراكز الإنسانية المهمة التي عملت عليه العتبة الحسينية المقدسة في كربلاء لخدمة مختلف شرائح المجتمع العراقي من شماله إلى جنوبه. يعني بالتأكيد هذا المركز مثل ما ذكرتي حضرتك في مقدمة هذا الموضوع، هنالك كان افتتاح تجريبي. هذا الافتتاح هو استقبل الكثير من المواطنين من مختلف الأطياف والمذاهب في هذا المركز الذي يقع بالتأكيد في مدينة السيد الأوصياء، مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة. وقبل أيام تم افتتاح المركز بشكل كامل لاستقبال المرضى في هذا المركز. هذا المركز يعني بالتأكيد هو واحد من المشاريع الصحية المهمة التي تخدم المجتمع العراقي، لذلك يعني ارتأت العتبة الحسينية المقدسة وأولت اهتمام كبير لهذه المراكز. يعني بالتأكيد يعني مو مجاملة أنه اليوم نقدر نقول محافظة كربلاء هي عاصمة العراق الطبية لما تضمه من مؤسسات صحية ريادية على مستوى الشرق الأوسط. أيضا هنالك مؤسسات كبيرة مثل مؤسسة الوارث ومؤسسة ومستشفى زين العابدين وأيضا مستشفى السفير التي تقدم خدماتها المجانية لمختلف شرائح المجتمع العراقي. بالتأكيد يعني العتبة الحسينية هدفها من خلال هذه المشاريع هي تقديم أفضل أنواع الخدمات من خلال توظيف التقنيات الحديثة وكذلك توظيف كوادر مختصة في هذا المجال لتقديم الخدمات المطلوبة. مثل ما ذكرت أيضا في هذه المقدمة هنالك الكثير من الطبقات المتعففة والفقيرة يعجز يعني حقيقة في تدبير تكاليف هذه العمليات أو السفر إلى خارج البلاد، لكن اليوم أصبح أمام المواطن العراقي هذه الفرصة لتقديم واستقبال عفوا العلاج في هذه المراكز. يعني تفاصيل كثيرة حول هذا المركز، حقيقة راح أترك هذا الحديث إلى أصحاب الاختصاص في هذا الموضوع لنتحدث أكثر حول هذا الموضوع. راح ينضم معي دكتور محمود أحد الكوادر المختصة في مركز اعتلال العضلات. نعم دكتور تفضل. بداية مرحبا بك معنا في قناة كربلاء. نتحدث في البداية هذا المركز يعني الهدف من إنشاء حقيقة اليوم العتبة الحسينية المقدسة ساهمت في افتتاح الكثير من المشاريع الإنسانية والريادية التي تقدم هذه الخدمات. الهدف من افتتاح هذا المركز بداية والخدمات التي يقدمها المواطنين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الهدف من تأسيس هذا المركز هو للاهتمام بمرضى الحالات العضلية العصبية المحيطة. مثل ما نعرف احنا الجهاز العصبي
قسمين، الجهاز المركزي والجهاز المحيطي. الجهاز المحيطي يشمل لنا الأعصاب والعضلات. تركيز المركز على اعتلال الأعصاب والعضلات، كان يكون ضمور العضلات مرضى الدوشين بالأطفال أو ضمور عضلات الوراثي، لأن يعني خطة أنه ندرس الجينات اللي الخرطة الجينية للعوائل حتى نقدر نعطي نصائح نحد من هذا تقد انتشارها بالعوائل، يعني مثل ما تعرف. وأيضا الأهم من هذا كله أنه اعتلال العضلات المكتسب، كان يكون مناعي، كان يكون أيضي، كان يكون أمراض سوء خزن الدهون أو الجلايكوجين، كلها أنه الحمد لله عندنا وجبة تم تشخيصها. هسه نحكي على احنا شلون طريقة عملنا قبل لا ننتقل هذه يعني المركز كان هنالك افتتاح تجريبي في المركز، يعني شنو الإجراءات اللي صارت بالافتتاح التجريبي واللي تساهمت في افتتاح المركز بشكل كامل؟ احنا بالبداية المركز احنا يتكون من كوادر أطباء أخصاص عراقيين، أنا دكتور محمود ودكتور أكرم، وإضافة إلى أطباء أخصاص أطفال دكتور محمد دكتور أسعد. احنا بالبداية نستقبل المرضى كلهم المحالين من الأخصائيين أو اللي يجون رأسا للمركز. احنا نسوي مثل النظام الفلترة، نعرف اللي حالته تكون احنا من ضمن اختصاصنا ومن ضمن أهداف المركز، راح نفلترهم. عندنا أطباء من الخارج نتواصل وياهم ويجون زيارات دورية، كانت تكون دكتور رشا أخصائية العضلات من مصر، دكتور إتشيزو نيشينو من اليابان اللي له دور فعال بالمركز لأن هو يقرأ العينات يعني باليابان، هناك يشوفون النتائج مالتهن. وايضا عندنا دكتور تعاون عفوا مؤسسات اجنبيه بالضبط، يعني بطوكيو باليابان هذا المختبر هو مال دكتور نيشينو. دكتور رشا باشرت اخذت عينات من مرضى الاعتلال العضلات مستشفى خديجه، والنوب ارسلت الى مختبر دكتور نيشينو في اليابان، وجتنا تشخيصات يعني كان يكون وراثي، وايضا تم تشخيص حاله انه طلع انه قابل للعلاج، كانت ما مشخصه انه مرض ايضي تنمنع بفتح حبايه معينه موجوده يعني علاجه هنا، يعني الحمد لله كان انجاز حلو. هذه الخدمات المقدمه هي خدمات مجانيه او مدفوعه الكلفه من قبل عتبه الحسين المقدسه؟ يعني هو فتره تجريبيه صارت شهرين 3 أشهر، كان يعني 100% مجاني المركز، وحاليا يعني اجور بسيطه جدا، كان يعني كمين كشفيه كلها مدعومه، العلاج الطبيعي تعرف احنا، وايضا الخزعه واللي راح تروح اليابان يعني مجانا يعني المرضى، والرنين العضلات ايضا بنسوي انه مجاني يعني ما دفع المرضى شيء. يعني هذا المركز نعم. هو الاول من نوعه على مستوى البلاد او موجوده مراكز اخرى في محافظات؟ لا يعني بالعراق هي اول يعني اول فكره انه يصير مركز لهاي الشريحه. سنتو. يعني لان احنا كان عندنا نقص انه عينات العضلات قبل ما تجي دقيقه، انه بس يقول لك انه هذا التهابي او لا، بس ما تصير تفاصيل صبغات ما عندنا، مثل العضله تاخذ عين لازم تنصبغ بعد 10 صبغات كل نعم. مرض صبغه به فذني دي يسوونهن باليابان كم. زميلتي تفضلي. نعم نعم احسنتم ليث حقيقه. نعم يعني تحياتنا الى الدكتور محمود على توضيحه عن اليه عمل مركز الهادي عليه السلام لاعتلال العضلات والاعصاب، وشكرا لكم على تواجدكم في مركز الهادي، وأمنياتنا لهم بالتوفيق والسداد والنجاح. شكرا جزيلا ليث.